موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري الذي نتابع فيه مستجدات غرق شابين أصلي حاجب العيون وواقع شباب في الجهة. اهتزت مدينة حاجب العيون على واقعة غرق شابين اثنين ونجاة آخر في عملية هجرة غير نظامية انطلقت يوم الجمعة الماضي من سواحل الشابة من ولاية المهدية. أكثر تفاصيل عن هذه العملية في التصريح التالي. علي كيري من معتمدين حاجب العيون، أصيل الرحيمة ولد عام حاجب العيون، نقرب للسيد لزوز اللي توفيهم. صارت الحادثة نهار الجمعة 13/8، صارت معاه حكيت 10/9 الليل، تقلب بيهم شقفهم 19/1 زوز ومنعوا 17/1، فما واحد منهم تصل بالحماية، جيت الحماية نقذت 17 وميتوا زوز، واللي ميتوا هما لتاو مفقودين ولتاو معناها ما لقوهمش والجثث نتاعهم معناها ماهيش موجودة. ودعا لي الكيري أحد أقرب الشابين الغريقين في تصريح لأخبار الحياة فام، دعا جميع الصلات إلى التحرك للعثور على جثث الشابين مشيرا إلى الوضعية الصعبة للعائلتين. إن شاء الله الناس الكل تتحرك وإن شاء الله السولات الكل تتحرك على الأقل يلقيهم جثث هذوما باش على الأقل الأهالي نتاعهم على الأقل باش يرتاحوا، خاطر الأهالي بالرسمي ناس تعب على الآخر وما عادش عباد تقاوم أكثر من هكا، خاطر عباد منهم يا أم يا أخت يا واحد يباتوا في السبيطار، خاطر ناس تعبت على الآخر وناس قاعدة تعاني. هذاك علاش احنا طالبين حاجة واحدة اللي هي لازم معناها السولات تتحرك تروحوا بالجثث نتاعهم. من جهتي أكد معتمد حاجب العيون زيادة المساوي في تصريح لأخبار الحياة فام أن عملية البحث عن جثتي الشابين متواصلة منذ يوم السبت الماضي، مؤكدا أن شهود عيان أفادوا أنهم شاهدوا هذين الشابين وهما بصدد الغرق. بالنسبة للجوز مفقودين حاليا فرق الحرس الوطني البحري ولفرق الحماية المدنية تقوم بعملية البحث انطلاقا من نهار السبت، من نهار الواقعة ما توقفوش على البحث هذا. صحيح هي رغم اللي امس كان اتصال بين سيد والي القيروان سيد والي المهدية يعني لمزيد تكثيف جهود البحث اللي هي موجودة ومتواصلة، لكن كما نعرفوا اللي باش تكون صعيبة شوية على خاطر هما صارت عملية الغرق ونعرفوا اللي مش بالسهل انه باش يلقاوهم الجثتين هذوما. علاش احنا نقولوا جثتين؟ خاطر الناس اللي معاهم في المركب هذا يقولوا لي شافوهم وقت غرقوا. وبخصوص هوية الشابين الغريقين، أفاد علي الكيري أصيل حاجب العيون أن أحد الغريقين يبلغ من العمر 20 عاما والثاني يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، وكلاهما انقطع عن الدراسة مبكرا مشيرا إلى تهميش شباب الجهة في حاجب العيون. واحد اسمه محمد عمره 20 سنة وعاطل على العمل، واحد آخر اسمه منير هذا معناه عامل يومي عمره 40 سنة، واللي عمره 20 سنة بطل قرايته على بكري خاطر ديما ظروف عائلية، فما ظروف عائلية تحكم وفما برشا حاجات تحكم، والنتراج اللي تربى فيه هو يحكم بطل 7 سنة والآخر زاد كيف كيف معناه نفس المستوى، فما برشا تهميش خاطر التهميش اللي صاير في المنطقة هذيك خلي العباد كيف كيف، لا فما تكريم ولا فما توجيه ولا فما سلطة معنية على الأقل ما نعرفش تأثر البلاصة هذيك والمنطقة هذيك، لازمها برشا تأثير ولازم برشا ناس لازمها تتحرك. ودعا محدثنا مسؤولي الجهة إلى تقديم المساعدة لشباب المنطقة، وأوضح أن الوضعية الاجتماعية الصعبة هي الدافع الرئيسي للإقدام على الهجرة غير النظامية داعيا إلى تأطير الشباب المهمش. واي مسؤول لو ماهوش معناه مشكلته بالكرسي ولا حاجه باش يبقى في الكرسي، على الاقل شباب كيف هكا على الاقل تنقذوا وتعملوا اقل حاجه معناه تعملوا تكوين ولا تعملوا حاجه تخليه ما عادش باش يخمم في الحكايه هذوما ولا ما عادش يخمم في الهجره، وخاطر ما دام وصل خمم في الحكايه ذيك راهو الناس معناه على الاخر ما عندوش حتى حل واحد اخر ولا ما عندوش حتى حاجه نجم يعيش منها ولا يسقط منها. هذيك علاش سيد هذيك خمم في الحرقه هو ولا غيره ولا الناس الكل مازال خمم في الحرقه وتخمم بالطريقه ذي باش تخرج معناه من البلاد، على خاطر عبيد الانسان ما عندوش معناه باش ياخذ قهوه ولا الانسان ما عندوش باش ياخذ دخان ولا الانسان ما عندوش باش ياكل، معناه فما في البلاصه هذيك فما عباد توصل ياكل في الفطور ما يتعشيش في الليل، فما ظروف قاسيه على الاخر. من جهتي أفاد معتمد حاجب العيون زياد المساوي في تصريح لأخبار الحياة فام أن جهة حاجب العيون تفتقد إلى مركز للتكوين المهني رغم عدة مراسلات سابقة، وأوضح أن المنقطعين عن الدراسة وراغبين في الالتحاق بالتكوين يتم توجيههم إلى الوسلاتية أو حفوز أو إلى مركز ولاية القيروان.
بالنسبه لمركز تكوين ما فماش في معتمديه حاجب العيون، رغم اللي صارت العديد من المراسلات على اساس انه يكون يعني عندنا مركز تكوين في حاجب العيون، لكن الى حد الان يعني ما فماش قرار باش يكون فما مركز. بالنسبه لنا احنا للناس اللي تنقطع على الدراسه والا يكونوا راغبين في عمليه تكوين، يقع توجيههم يا اما اقرب المراكز اللي موجوده لمرجع نظر معتمديه حاجب العيون اللي هي معتمديه وسلاتيه ولا معتمديه حنفوز، وكذلك مركز الولايه في ولايه القيروان. بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذا الموعد الاخباري، لكم اجمل تحيات سهم حمدي في امان الله. موجز الاخبار على الحياه فامه.